شيء وتعادل الشباب مرة ثانية. اللعب الضربة ركنية، الكرة ما زالت إلى مومو سيسي اللي قادم من الدفاع، تلعب عرضية من جديد بتفوت، هجمة عكسية خطيرة الآن إذا استغلت، كرة ملعوبة إلى التركماني، التركماني وأمامه تغيم الرشيدي، التركماني بيحاول يمر ويمر التركماني وبيحضر خطيرة وجدام الجول، الله الله يا النمور، الله يا النمور، عبد المحسن التركماني بيرسل كرة رائعة ويأتي هدف تحويل الخسارة إلى انتصار.